الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في مادة العلوم على مقرر شهر فبراير. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش رابط المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. الأسئلة والإجابة عندنا يا شباب. الاختبار التالت بيقول لك واحد، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. عندنا شباب واحد بيقول لك عندما يصنع جسم مهتز 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة يكون زمنه الدوري نقط ثانية. ألف 30، ب 10، جيم 1، د 1 جزء من 10. طبعا يا شباب زي ما احنا عارفين ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. طبعا عندنا الاهتزازات بتساوي 300، وعندنا طبعا الزمن اللي هو نص دقيقة، يعني هنقسم ال 300 على 30 هتساوي يا شباب 10 هرتز. طيب احنا عندنا الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد، يعني بيساوي 1 على 10، يعني بتساوي 1 جزء من 10، يعني هنختار د. السؤال الثاني بيقول لك كل مما يأتي من الموجات التي تنتشر في الفراغ عدا موجات ألف الضوء، ولا ب الراديو، ولا جيم الصوت، ولا د اللاسلكي. طبعا يا شباب كل دول ما عدا الصوت، يبقى هنختار رقم جيم. عندنا السؤال الثالث بيقول لك المسافة الأفقية بين قمة وقاع متتاليين في الموجة تساوي ألف ربع الطول الموجي، ب نصف الطول الموجي، جيم الطول الموجي، د ضعف الطول الموجي. طبعا يا شباب دي طبعا بتساوي نصف الطول الموجي، يعني هنختار ب. أربعة بيقول لك موجات الراديو من الموجات التي نقط ألف تتكون من تضغطات وتخلخلات، ولا ب لا تنتشر في الفراغ، ولا جيم سرعتها تساوي 3 × 10^8 متر في الثانية، ولا د تنتمي للموجات الميكانيكية. طبعا يا شباب طبعا سرعتها بتساوي 3 × 10^8 متر على الثانية، يبقى نختار رقم جيم. عندنا السؤال الثاني بيقول لك أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة مع التعليل. عندنا واحد بيقول لك نسمع الرعد بعد رؤية البرق، اتنين البرق عبارة عن موجات ميكانيكية والرعد عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، تلاتة سرعة الصوت أكبر من سرعة الضوء في الهواء. طبعا يا شباب الإجابة الصحيحة هي رقم واحد اللي هي نسمع الرعد بعد رؤية البرق. السبب لأن ضوء البرق عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، بينما صوت الرعد عبارة عن موجات ميكانيكية، وسرعة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية أكبر بكثير من سرعة انتشار الموجات الميكانيكية في الهواء. عندنا الاختبار الرابع بيقول لك واحد، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. بيقول لك واحد، تعادل سعد الاهتزاز نقط اهتزازة كاملة ربع، ولا ب نص، ولا جيم اتنين، ولا د 4. طبعا يا شباب بتعادل سعة الاهتزاز ربع اهتزازة كاملة، يعني هنختار ألف. اتنين بيقول لك إذا زاد عدد الاهتزازات لجسم مهتز إلى الضعف خلال زمن معين فإن ألف التردد يزداد إلى الضعف، ولا ب الزمن الدوري يقل إلى النصف، ولا ج التردد يقل إلى النصف، ولا د ألف وب معا. طبعا الإجابة الصحيحة
هي دال ألف وبه معا، التردد بيزداد إلى الضعف والزمن الدوري بيقل إلى النصف. يبقى هنختار يا شباب رقم دال. عندنا تلاتة، هنا بيقول لك سرعة الصوت تكون أكبر ما يمكن في الهواء ولا به الماء ولا جيم الخشب ولا دال الفراغ. طبعا يا شباب بتكون أكبر ما يمكن فيه طبعا في الخشب، يبقى هنختار رقم جيم اللي هي الخشب. طيب يا شباب عندنا أربعة، واحد جيجا هرتز بيساوي نقط كيلو هرتز. عندنا ألف 10 أس 2، ب 10 أس 3، جيم 10 أس 6، دال 10 أس 9. طبعا يا شباب 1 جيجا هرتز بتساوي 10 أس 6 كيلو هرتز، يعني هنختار جيم. عندنا السؤال الثاني بيقول لك من الشكل المقابل، بيقول لك واحد ما نوع هذه الموجة. طبعا يا شباب دي موجة ميكانيكية طولية. بيقول لك السؤال الثاني اكتب ما تشير اليه الارقام. عندنا واحد طبعا ده تضاغط، بيقول لك اتنين طبعا ده تخلخل. عندنا ثلاثة بيقول لك ما سرعة انتشار هذه الموجة في الهواء علما بان ترددها 170 هرتز. طيب يا شباب نحل المسألة ونرجع مع بعض تاني. تلاتة عندنا شباب عدد الموجات بيساوي اتنين، وعندنا الطول الموجي بيساوي المسافة المقطوعة على عدد الموجات، يعني بيساوي اربعة على اتنين اللي هي بتساوي اتنين متر. وعندنا كمان سرعة انتشار الموجة بتساوي التردد في الطول الموجي. عندنا التردد 170 في الطول الموجي اللي هو اتنين، يبقى 2 في 170 اللي هي بتساوي 340 متر في الثانية. الاختبار الخامس، واحد اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. واحد بيقول لك نقطة تصل إليها جزيئات الوسط بالنسبة لموضع الاتزان في الموجة المستعرضة تقابل مركز المنطقة التي نقط جزيئات الوسط في الموجة الطولية. عندنا ألف أعلى، وعندنا يرتفع فيها ضغط ولا به أقل ويرتفع فيها كثافة، ولا جيم أعلى وينخفض فيها كثافة، ولا دال أقل ويرتفع فيها ضغط. طبعا يا شباب هنا أعلى نقطة تصل إليها جزيئات الوسط بالنسبة لموضع الاتزان في الموجة المستعرضة تقابل مركز المنطقة التي يرتفع فيها ضغط جزيئات الوسط في الموجة الطولية، يعني هنختار ألف. اتنين بيقول لك سرعة الضوء في الأوساط المادية نقط سرعته في الفراغ أقل من ولا به تساوي ولا جيم أكبر من ولا دال ضعف. طبعا يا شباب سرعة الضوء في الأوساط المادية أقل من سرعته في الفراغ، يعني هنختار ألف. عندنا تلاتة بيقول لك عندما يصنع جسم مهتز ربع اهتزازة خلال ثانية واحدة يكون تردده نقط هرتز. ألف أربعة، ب اتنين، جيم ربع، دال نص. طبعا يا شباب هنا طبعا الإجابة الصحيحة بيكون تردده طبعا ايه ربع هرتز، يبقى هنختار جيم. عندنا أربعة بيقول لك أي الاختيارات التالية تعبر عن موجة لها أكبر سعة اهتزاز. عندنا الشكل ألف، وعندنا الشكل ب، وعندنا الشكل جيم، وعندنا الشكل دال. طبعا يا شباب الشكل ألف هنا بيعبر عن موجة لها أكبر سعة اهتزاز، يبقى هنختار ألف. عندنا السؤال الثاني بيقول لك علل وصول ضوء الشمس إلينا رغم الفراغ والبعد الشاسعين بين الشمس والأرض. طبعا يا شباب السبب لأن ضوء الشمس عبارة عن موجات كهرومغناطيسية يمكنها الانتشار في الفراغ بين الشمس والأرض. وهنا نكون انتهينا من المراجعة بتاعتنا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتظرونا في مراجعات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.